السلام عليكم. درسنا اليوم صف السادس الإعدادي، الوحدة الأولى، الدرس الأول، الأفعال المركبة، phrasal verbs، وهو من المواضيع المهمة اللي دائما يأتي في الوزارة. ونقصد بالأفعال المركبة فعل زائد حرف جر. فعل زائد حرف جر، لاحظوا take up. قبل لا نبدأ بالموضوع ونشرحه، قطعة بالكتاب الطالب راح نقراها. Most smokers take it up as teenagers. معظم المدخنين يأخذونها كفترة المراهقة كمراهقين. أكو أرقام راح ننزلها، طبعا هي استماعها أنت غير مطالب بها، بس نستفاد من أداء في إخراج الكلمات اللي بها الأفعال المركبة، وكذلك الإضافات، إضافة الـ IM، IN، راح ناخذ الموضوع بحث يعني. Every year، كل سنة، around 114,000 smokers in United Kingdom، حوالي 114,000 مدخن في المملكة المتحدة، يموتون، die، يموتون، from their habit. من that's about 300 people every day، أي بمعدل 300 شخص كل يوم بسبب طبعا التدخين. Smoking in Britain، smoking in Britain is highest in the 20-24 age group. طبعا عندنا بريتن، التدخين في بريطانيا، التدخين في بريطانيا، التدخين في بريطانيا، لاحظ عندنا بريتن، القومية مالتها هجيب لك اياها، بريتش، بريتن، بريتش، بريتن، بريتش. Smoking in Britain is highest، بدأ يزداد يعني يرتفع. It is illegal، غير قانوني. هاي الكلمة راح نستفاد منها بالإضافات، إضافة الـ IL، عندنا إضافات راح ناخذها في موضوع بحدة لحال، IM، إضافة الـ IM، إضافة الـ IN، إضافة الـ UN، إضافة الـ IL، إضافة الـ IR، هاي إن شاء الله ناخذها في موضوع ويأتي دائما طريقة الإملاء. It is illegal to sell. Sell، الفعل sell يبيع بشكل غير قانوني. Sell، الماضي مالته sold، التصريف الثالث مالته غير sold. Sell to children، بشكل غير قانوني أن تبيع السجائر إلى الأطفال. Under the age of 16، تحت عمر 16 سنة. Yet 20% of Britons 15 years old are regular smokers. يقال معدل 20% من الأطفال البريطانيين يتدخنون بشكل متكرر. More than، أكثر من 80% of smokers take up، هاي اللي قاعد نحن فعل زائد حرف جر، the habit when they are teenagers. أكثرهم من المراهقين، يعني أكثر المدخنين يكونون من المراهقين. People who smoke a packet of cigarettes، الناس يدخن باكيت أو علبة من السجائر، باكيت of cigarettes، a day die in average بمعدل 7 years earlier، معدل 7 سنين، than people who have never smoked، من اللي ما يدخنون، معدل التدخين يعني. Every day in the United Kingdom، كل يوم في المملكة المتحدة، approximately، تقريبا، approximately، تقريبا 450 young people under the age of 18 start smoking. معدل يعني أكثر المدخنين في المملكة المتحدة من الشباب. The British، شوفوها المساعدة قلنا لكم إياها، the Britain، British government، الحكومة البريطانية، currently spends
spent لاحظ spent ينفقون spent الماضي مالتها والتصريف الثالث spent around 3 مليون a year on anti-smoking تقريبا 30 مليون ضد anti-smoking ضد التدخين education campaigns campaigns حملات يعني يسوون حملات تعليمية ضد مدخنين ضد التدخين بشكل عام a further بالإضافة إلى ذلك 41 مليون بالإضافة إلى 41 مليون is spent on measures كعلاج to help people give up smoking حتى تتخلى عن التدخين لاحظ give لحالها معناها يعطي لكن من خلالها give up صارت يتخلى more people in Britain أكثر الناس في بريطانيا die يموتون from smoking من التدخين than from أكثر من road accident poisoning and AIDS يقول الأكثر الناس في بريطانيا يموتون أكثر شيء من التدخين أكثر من الحوادث وأكثر شيء من التسمم أو الأمراض الأخرى في المرض إيش قصة أنت ما مطالب بها تحفظها ولا الأرقام بس إحنا راح نستفاد من أدها عن طريق الأفعال المركبة راح نروح لشرح الأفعال المركبة راح نبدأ بها نشرحها أول ما شي نقصد بالفعل المركب الأفعال التي يأتي بعدها حرف جر الفعل التي حروف الجر عندنا كثير عندنا on عندنا in عندنا down عندنا up عندنا off هذه الأفعال قد يتغير معناها إذا جاء بعدها حرف جر لاحظ الفعل give يعطي من أخليه لحرف الجر up يتخلى عندنا take يأخذ من أخليه take off يقلع عندنا bring يجلب من أخليه bring up معناها يربي مثل يربي طفل عندنا سي يرى من أخليه سي أوف صير يودع وأكو في بعض الحال يبقى الفعل على حالة ما يتغير try يجرب try on أيضا يجرب يعني هاي الأفعال إما نخليها حرف جر ممكن تتغير وممكن ما تتغير بالمعنى شو راح يجينا بالامتحان إذا أعطانا ضمير مثل them ضمير المفعول طبعا زاد them أو it أو her أو him هذين الأربع ضمائر ومرات في بعض الأحيان أيضا يجيب لكم ضمير us لكن نادرا يعني هاي them و it و her و him them و it يكون موقع هذه الضمائر لاحظ هذا ضمير يكون بين الفعل وحرف الجر يعني شلون بالضبط إيش أنا عندي give up شو أسوي وعندي هذا الضمير إت أجيب الضمير إت أخليه بالنص صار give it up لاحظ أعيد شين عندي صار عندي give up فعل زائد حرف الجر يعطيني الضمير إت أخليه في المنتصف فقط لاحظ صارت فاعل ما له علاقة بإحسان الفعل وحرف الجر أجيب الضمير خليه نص أما إذا أعطاني اسم فالاسم يكون أنا حر يا أما بعد حرف الجر يا أما بالمنتصف فأنت تحفظها دائما تخليه بالمنتصف كلمة ضمير أو اسم تخليه شلون يعني لاحظ نفسه أعطاني give up وجاب لي كلمة سموك أخليها هنا smoking صحيحة أو أخليها give up smoking ليه صحيحة أخليها بالمنتصف فأحفظها فأنت دائما هو طبعا السؤال دائما يجي من الضمير الضمير يكون بالنص إذن فعل زائد الضمير زائد لاحظ هاي الأمثلة I picked it up لاحظ pick up خلي الضمير بالنص
The oven is too hot. Tearing it. الضمير بالنص. Shall I leave the light on? Tearing them. سلاحظ ضمير بالمنتصف. Throw it away. الإت صار في المنتصف. I put the kettle on. شوف لاحظ. Put on the kettle. خلينا بالمنتصف أو نخليه بالأخير براحتنا. Don't wake up the baby. Don't wake up the baby. وأقدر أقول don't wake the baby up. يعني الاسم أنا مخير أخليه بعد حرف الجر أو قبل حرف الجر. ما عدا الضمير فالشرط يصير بين الفعل وبين حرف الجر. لاحظ tearing on it هذا وزاري. Tearing on it. أجيب الـ it أخليها بالمنتصف. لاحظ خلاص. نجي إلى الوزار الآخر. مطيني. There are nice shoes. مطيني try them on item. بما أنه شلون تصير التركيبة؟ التركيبة تصير فعل ضمير حرف جر. هذا هنا غلط. فعل حرف جر ضمير. لازم الضمير يصير منكسر. Stamp collecting is a nice hobby. When did you مطيني بالضبط هيك السؤال. Order يقول لي. It up. وين الفعل؟ الفعل تيك بالبداية. هذا الفعل. وراء شنو الضمير؟ ضمير it. الضمار احنا عندنا أربعة. It, them, her, him. وحرف الجر أخليه بالأخير. With the, in the correct order. عندي took up it. took الفعل. وراء الضمير it. وراء حرف الجر. وراء حرف الجر. وراء حرف الجر. يعني مجرد تطبيق. مجرد تطبيق. راح نروح هذا الأسئلة في المنزمة. لاحظ it up take. شو يصير الجواب؟ take it up. وهكذا try on them. شو يصير try them on. وهكذا. يعني مجرد أخلي الضمير بالمنتصف. مجرد أخلي الضمير. لاحظ أنا took up it. أجيب ال it أخليه بالمنتصف. يعني الموضوع جدا سهل بس مجرد تطبيق. مجرد تطبيق. لاحظنا most smokers asking take up it. مجرد take اخليها اجيب it اخليها بالمنتصف. يعني عندك it them هم her خليهن بعد الفعل. خليه بعد وراهن حرف الجر. لاحظ هنا took up them. هذا الفاعل I ما لي علاقة به. راح ينزل I. يعني هيك يصير بالضبط. يصير I took أجيبها. شنو وراها؟ them. وراها حرف الجر. وانتهت الجملة. وانتهت الجملة. خل نروح الأسئلة الوزارية. خلنا نشوف شلون جايبين كم شلون سؤال عليه. لحظة السؤال. turn on it. مجرد نجيب ال it نخليها بالنص. انتهت. شوف بعد إذا أكو أسئلة ثانية. هاي 2018. خلنا نشوف 2018 شنو جايبين. لاحظ هذا السؤال كاتبك I have already. turn on it اختيار لو turn it on. قلنا احنا فعل وراء الضمير لو it لو them لو him لو her وراء حرف الجر. اذا الاختيار الصحيح هذا الاختيار B الصحيح. خطأ لنا فعل وراء حرف الجر. لازم هو فعل وراء ضمير. خلنا نشوف شنو بعد جايبين. 2019 لاحظ I'll كاتب tearing down on or turn it down in a minute. فعل حرف جر ضمير. خطأ. فعل ضمير حرف جر. هذا الجواب الصحيح. يعني موضوع جدا سهل. مجرد تطبيق. مجرد تطبيق. نشوف 2020 شنو جابوا. موضوع جدا سهل. قال لك بس تطبق عليه. بس تطبق. مجرد التطبيق. لاحظ هاي turn on it. بس تجيب ال it تخليها بنصير turn it on. يعني اذا عندك ضمير ال it
والذم والهم والهر خليهن بعد فعل الرئيسي ووراهن حروف الجر اللي هي on أي أفعال. نروح إلى النشاط. النشاط النشاط طبعا هذا التمرين لسن رابع يحكي عن المساء أخذناه How many people die of smoking video. طبعا مطالبي in which are group اسمه احنا هم حالينه بس انت غير مطالب به. اسئلة واجوبة. At what age is it legal to sell cigarettes. شراء انت غير مطالب به بس احنا حلينا التمرين المطالب به. انت لاحظوا شو يقول لك. طبع النون اوبجكت المفعول الاسم قبله او بعده حرف الجر انت بكيفك. شوف لاحظ turn off the light لاحظ انه اسم واقدر اقول turn the light off. بينما الضمير المفعول ضمير المفعول must come يجب ان تضعه before the preposition حرف الجر. يعني شرط يكون الضمائر اللي هن الضمائر it them هاي دائما يجيبونهن وممكن يجيبونهن وممكن يجيبونها ونادرا ما تجي us. هذني تخليهن بعد الفعل بعد الفعل وهنا حرف الجر. يعني فعل هذني الضمائر وراها حرف الجر. خلينا نشوف التمرين شنو هو التمرين وهذا مهم مهم جدا. لاحظ can you turn on the television. ما عندنا اسم الاسم كيف اخليه ورا الاون او اخليه ورا الفعل هاي شيء راجع. بينما هنا هاي الجمله دائما تجي وزاري عندنا turn on it الات اجيبها اخليها بالمنتصف انتهى الجواب. عندي give up it لاحظ الجيف انزلها واجيب الات اخليها بالمنتصف. عندي take up stamp collecting اخليها بعد الاب او اخليها بالمنتصف. فانت احفظ دائما تخلي هاي بالمنتصف. took up it عندي فعل ينزل اجيب الضمير اخليه بالمنتصف وراه حرف الجر. عندي try on وعندي them try انزلها والthem اخليها. عندي turn down the music هنا عندي اسم مو ضمير ما انه عندي اسم كيفي اقدر اخليه وراه حرف الجر او اقدر اخليه بالمنتصف. لاحظ حلين turn the music down او turn down the music هذا شيء يرجع لك. هنا عندني turn down it يا أمي اجيب العفو انزل التيم واجيب الضمير اتخليه وينتهي الموضوع. اذا اذا لقيت ضمير اللي هنا it them وهم وها ومرات us خليهم بعده بعد الفعل بعد الفعل بعد الفعل وراهن حرف جر. اما اذا اسم مخيط خلينا بالمتصل اعتقد الموضوع سهل ودائما يتكرر بالوزاري دائما يتكرر بالوزاره. واتمنى الخير والموفقيه لجميع طلابنا الاعزاء.